بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. يعني خلصت ليلة 27 رمضان، واحنا الان لحظة الشروق، الشمس هي بدأت تبان قدامكم. احنا الان في النبي بيقول التمسوها في الوتر من العشر الاواخر، فاحنا النهارده بنلتمسها. يا ترى كانت ليلة القدر؟ يا ترى كانت ليلة القدر؟ تفتكروا كانت ليلة القدر؟ اولا انا عايز اقول لكم ان انا فاتح عيني في الشمس تماما، يعني انا مش مفيش شعاع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قايل لنا علامات. من ضمن العلامات ان الشمس تشرق في ليلة صافية، في يوم صافي تكون الليلة صافية، ويكون شروق الشمس في صفاء شديد، يعني ما فيش سحب. بصوا ما فيش ولا سحابة، السماء صافية تماما. والحاجة التانية ان تكون الشمس بلا شعاع وتكون الليلة صافية. فالحقيقة يعني أنا مش قادر أقول إن هي كانت أكيد أكيد ليلة القدر. مين يملك يقول إنها أكيد ليلة القدر؟ لا أملك إن أنا أقول إنها كانت أكيد أكيد ليلة القدر. بس يا جماعة أنا يعني أنا شايف في الشاشة قدامي إن في كأن شعاع، بس الحقيقة لا، أنا ببص للشمس بعناية كاملة، أنا مفتح عناية تماما، مفيش ولا شعاع قدامي. يعني لا، هي فعلا صافية، هي والسماء صافية تماما، والشمس قرص أبيض. يا جماعة القرص أبيض أبيض، أهو باين في الشاشة، أنا آسف، أهو باين في الشاشة قرص أبيض، مفيش ما 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 وشوفوا الشمس ارتفعت عن الأرض، لأن ده بطول المباني وارتفعت عن الأرض، وأنا فاتح عيني، أنا ما زلت فاتح عيني أنظر إلى الشمس. يا ترى كانت ليلة القدر؟ تفتكروا كانت ليلة القدر؟ يا رب يتقبل. هي كانت ليلة جميلة، كانت ليلة جميلة، والناس بتكتب ايه اهو، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وفي ناس بتقول لا عندنا لا، بس انا اللي انا شايفه، وحد كاتب لي هو والله يا دكتور كان في سكون عجيب وفي خشوع في الدعاء. وحد كاتب لي اهي سهاد كاتبه لي سبحان الله فعلا الشمس بيضاء مثل قرص القمر. وانا حاسه شيء غريب، يعني ان شاء الله تكون هي، انا حسيتها قوي النهارده. داليا بتقول كده، ناس كتير كتب على الانستجرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، من كثرة جمالها أدعي بدموعي، كانت ليلة جميلة جدا. والله فعلا، والله يا جماعة كانت ليلة جميلة جدا. أنا كنت حاسس قوي. بس هل أقدر أجزم 100% أنها كانت ليلة القدر؟ لا، ما أقدرش أجزم 100%، بالذات أن لسه في ليلة 29. ما تستهونوا يا جماعة بليلة 29، ليلة 29 ليلة غالية على الله. وعلى فكرة في علماء مش قليلين وزنهم ثقيل بيقولوا لا، هي ليلة 29 استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترون أن العمال يوفون أجورهم في آخر شهرهم؟ فيبقى آخر ليلة وترية هي تكون ليلة القدر. بس كمان الليلة دي رائعة، أنا كنت سعيد فيها جدا. أنا الليلة دي كان عندي درس، الدرس اللي أنا اديته التفاعل الروحي اللي كنا فيه شيء مذهل، والناس كانت متأثرة تأثر كبير، بنات وولاد، شباب في الجامعة وشباب في ثانوي وستات ورجالة وناس كتير. وبعدين صلاة التهجد كانت مؤثرة جدا، وبعدين كان عندي لقاء مع سفراء الإحسان كان مؤثر جدا، وأنا كده كنت في حالة روحية جميلة جدا، والسماء صافية يا جماعة، ما فيش ولا سحابة. كل الأيام اللي فاتت فاكرين كان في سحب
لكن يعني مفيش غير الطيور اللي واقفة اهي فوق اهي، الكام طائر دول هم دول بس اللي موجودين. لكن وعلى فكرة يا جماعة إلى الآن بلا شعاع، يعني هي ارتفعت كتير من الأرض، ارتفعت من كتير من الأرض، هي فوق الأرض بكتير. أنا مالي عيني من قرص الشمس، أنا مالي من عيني من قرص الشمس، مفيش شعاع في عيني. أنا يا جماعة أنا كتير بطلع على الروف في أوقات كتيرة من السنة أقول أذكار الصباح في غير رمضان، ما أقدرش أحط عيني في الشمس كده. يا ترى كانت ليلة القدر، يا ترى كانت هي الليلة دي، الله أعلم. بس أنا حاسسها قوي، لكن أنا ما بوقفش، أنا مكمل للآخر. لا 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 لا، أنا واقف على باب الله لغاية ليلة 29 ما تخلص. اوعوا يا جماعة، اوعوا تستهونوا ب 28 و29، اعبد ربنا لغاية آخر لحظة، خليك جدع. مش مرتبط خلصنا ليلة 27 خلاص يلا نروح، ده والله عيب. لا يا رب أنا مكمل معاك للآخر. أنا حسيتها بطريقة عجيبة. حد كاتب قرص الشمس كبير جدا أمامي، كتير بقى كاتبين على الانستجرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كانت ليلة جميلة ما شاء الله، فعلا السماء صافية في فلسطين، مطر سبحان الله. إن شاء الله تكون هي، ولو مش هي كفاية عليا أنها كانت جميلة والراحة النفسية. الله، أما تعليق رائع بشكل، حتى لو ما كانتش هي كفاية أن أنا والله والله ده معنى في العبودية جميل، كفاية أن أنا كنت عبد لله في هذه الليلة بصرف النظر كانت هي ولا ما كانتش هي. الله على المعنى دون. ولذلك يا جماعة إحنا مكملين لليلة 29، ما توقفوا يا جماعة، ما توقفوا، خليك على باب الله. أنت ما تعرفش الفتحة هيحصل إمتى، يفتح لك في آخر لحظة، يفتح لك لأنك مصر الوقوف على بابه. لكن الليلة دي حاسس أنها ممكن تكون هي ليلة القدر. أول مرة أقدر أقول لكم آه حاسس أنها ممكن تكون ليلة القدر، متأكد 100%، ما أقدرش أقول متأكد 100%، لا أملك، وما زلت متعلق بالليالي لغاية آخر ليلة. في مقولة جميلة قوي بتقول لا تسأم من الوقوف على بابه ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين، وقل له أنت تقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين وأنا مسكين فتصدق علي. إنما الشاهد فيها لا تسأم من الوقوف على بابه ولو طرت. الحقيقة طولت في اللايف لأن كل شوية أقول طب ما هي لما هتطلع شوية الشعاع هيبقى تقيل. يا جماعة الشمس بيضة بالكامل، الله أعلم، مين عارف، لعلها ليلة القدر. لكن هنكمل لغاية آخر ليلة من رمضان، لغاية ليلة 29 إن شاء الله. الله يتقبل يا جماعة، الله يفتح عليكم ويبلغنا ليلة القدر ويعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل منا، اللهم أجب دعائنا الليلة وبارك لنا في هذه الليلة. اللهم إنا على بابك حتى ختام رمضان، فاستجب دعائنا. يلا شكرا يا جماعة، وشوفكم بكرة الساعة 1 بالليل وليلة 29 إن شاء الله بإذن الله وشروق فجر 29. برنامج الفهم عن الله، أنا فرحان أن أنتوا تفاعلتوا معاه هذا التفاعل الرائع. خلي بالكم أن برنامج الفهم عن الله مكمل معاكم بعد رمضان، مش حلقات جديدة، لكن أنتوا محتاجين تشوفوا الحلقات تاني، لأن كل حلقة دواء لمشكلة في الحياة، فهو مرجع مش مجرد برنامج. الله يرزقنا الإحسان ويكتبنا من المحسنين، وادعولي يا جماعة ربنا يحيي بي الإحسان في أمة النبي ويحيي بينا الإحسان. ادعولي ربنا يفتح علي فتح كبير في مشروع الإحسان، ادعوا لي بالرزق الواسع، وأنا بدعي لكم إن شاء الله. شكرا يا جماعة، سلام عليكم.